أي فرصة للنجاة. الفيل الأفريقي والصياد وجها لوجه. إصابة مميتة في الرأس. كده الفيل ملوش أي فرصة للنجاة. الصياد يلتف ويأكد عليه برصاصة مميتة. الأسد الأفريقي ضرب سهم مميتة. شوف 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 شوف. الحارس يتدخل في الوقت القاتل. هنشوف الإعادة مع بعض. زمجر أسد بيظهر غضب. ضرب السهم ويهجم. لكن الحارس يدّه. الأسد يزمجر. لا يتراجع. شوف شوف هنا الأسد افترس الصياد. لكن الحارس يتدخل. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا وعدكم باذن الله تعالى الجاي يكون احلى واحلى واحلى. الاسد يهجم يفرق الجماعات. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.